حضرتك يا ريس احنا متشرفين بحضرتك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. طيب. الوان جميله. ربنا يخليك يا ريس. تسلم. كم شغال معاك؟ معايا 10. 10. ده فستان شغل يدوي كروشيه، بعمل بلوزات وكوفيات وبدخل دخل بيتي كويس، حسنت من دخلي الحمد لله. وال10 تمام. مش كده ولا بس انت؟ لا تمام 10 معايا، وبنشكر قصر الثقافه اللي وفر لنا الخامات اللي احنا اتعلمنا فيها، وبنشكر استاذ حسن جدا الحمد لله، يعني الوضع كويس جدا الحمد لله. حضرتك طيب.